اهلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله انكم بخير. وانتم تشوفون الفيديو حق اليوم. الفيديو حق اليوم راح اشارككم روتيني للصباح خلال هذه الاجازة. طبعا بالنسبة لي جدا مهم اني اول ما اصحى امسك جوالي اقرا كلامكم ورسائلكم. جد شكرا على دعمكم القوي خلال هذه الفترة، مرة مبسوطة فيكم، الله يسعدكم يا رب. بعد كذا عشان غرفتي أقدر أجلس فيها لابد أني أرتب سريري. بعدها راح أروح أغسل وجهي وأفرج أسناني، طبعا غسولي اللي أبدا ما أستغنى عنه، غسول سيتابيك. بعد كذا راح تبدأ عنايتي للصباح البسيطة. بعد ما أغسل وجهي لابد أني أرطبه بهذا المرطب، مرة مناسب بشرتي. أستخدم هذا المرطب للشفايف من نيتروجينا، برضو مرة حلو. أستخدم هذا المقوي من آينيل 3 مرات باليوم أول ما أصحى وقبل ما أنام وتقريبا كذا العصر. هذا العطر بعد أحب أني أستخدمه للصباح، ريحته مرة حلوة. بعد كذا راح أنزل معاكم تحت نبدأ نجهز لنا فطور. أحب وأنا أفطر أتابع مسلسلي. بعد ما خلصت فطور وكل شيء الحمد لله راح أبدأ عنايتي بشعري. هذا الزيت اللي تكلمت عنه يمكن تقريبا قبل أسبوعين، لحد الآن أنا مستمرة عليه، تقريبا استخدمته 5 مرات أو 6 مرات. شفت لحد الآن منه نتائج مرة حلوة، بحيث أنه أعطى شعري لمعة، حسيت شعري صحي أكثر من قبل. ولحد الآن ودي أشوف منه نتائج أكثر، فراح أستمر عليه. حسابهم راح أحطه لكم تحت بالدسكريبشن. طبعا هاليومين بادية رياضة لأنه أحس لازم أتحرك، وحرفيا من زمان يعني ما سويت رياضة، فرجعت لها الحين وبقوة. وبكذا مشينا ساعة كاملة. لو تذكرون في كم منتج قبل استخدمتهم وقلت لكم إذا عجبوني راح أرد لكم خبر. هذا السكروب أنا استخدمته شخصيا، أساسا واضح العلبة مخلصة، وأفكر أني أرجع أشتري مرة ثانية، مرة بطل بنات. برضو هذا اللوشن مرة أحبه، أحسه يعطي نعومة للبشرة مرة تجنن. برضو أستخدم هذا الباودر، للأمانة مرة حبيته، أحس ريحته حلوة وبنفس الوقت أحسه ما يضر الجلد. برضو هذا جل الاستحمام أنا طايحة بغرام ريحته، ريحته كذا ورد، أشياء لطيفة مرة يعجبني. من هذه الليفة بعد استخدمتها أحسها زي أي ليفة صراحة، يعني ما فيها شيء مميز، وفي منها جهتين زي ما تشوفون، جهة خشنة وجهة ناعمة. زي ما تشوفون وصلتني شحنة جديدة،
فراح افتحها معاكم حاليا وراح نشوف وش داخلها. من البوكس بس واضح قد ايش الشغل مرتب، والله شيء يفتح النفس. مرة متحمسة يعني من البوكس، احس اني مبسوطة، فما بالكم لو شفت ايش داخل البوكس. فيلا متحمسين؟ ألبسها وأوريكم إياها. زي ما تشوفون بنات، عبايتي العيد الأضحى صارت موجودة. هالمرة أخذتها من حساب اسمه ين عبايز، يعطيهم العافية. لا من تعامل، لا من تنسيق، لا من ترتيب، لا من نظافة، حرفيا شغل على مستوى. رح أحط لكم حسابهم بالإنستغرام تحت بالدسكريبشن. عندهم أنواع وأشكال من العبايات، إن بغيتي عباية سوداء، عباية ملونة، عباية شتوية، عندهم كل شيء، يعطيهم العافية.